زجوليات تحت القبه، ثاني ما عندهاش باباها. صح. لذلك احنا يا نعيمه ايضا موجود معنا فضيله الشيخ بشير، نقول مرحبا بك معنا. يعني رايكم وراي الشريعه الاسلاميه في مثل هذه الحالات. يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الممثل بشير للعب دور الإمام راويسي يقنعني باش نصلح الغلطة مع الزوجة ديالي. عصام، بعد أن سمعت يعني عن فضيلة الشيخ، وأنت أيضا فريدة سمعتي إلى فضيلة الشيخ. نعم يا عصام، تكل على ربي.